مالي جبان؟ ما لقيت تتقوى غير على نوري؟ والله يا مختار هو اللي تعدى على مهنتي. نصيحة مختار، خليني عم بشتغل وقاعد عادل. خلي نصيحتك لحالك، فهمت ولا لا؟ نوري من يوم يومه كركوزاتي الحارة، وانت تعديت على المهنة، فهمت ولا لا؟ يعني انت اللي تعديت عليه؟ من الآخر مختار، كارل الكركوزاتي إلي، هو إذا بضاي يدافع عن مهنته، ولأعطيك إياها، أنا يا قاتل، يا كركوزاتي، يا مقتول، بالإذن مختار. ولا؟ لك انا كم مره صاير منبه عليك ما تتاخر علي بجار البيت ها؟ لك انت ما بتفهم؟ الله وكيلك يا ابو عادل انه انا كنت جاي بدي اعطيك كر البيت بس وانا لك لا تبسبسني ولا تبسبسنك معك لبكره الظهر اذا ما بتكون دافع كر البيت بتعتبر انت واغراضك وهذا الكركوز تبعك برا فهمت؟ اضرب شو حريمي مو شاطر لي الا بالبطولات تبعك بالكركوزات هي شو؟ لك انت شو عم تحكي؟ قلعك صخر من شغلة الكركوزاتي وانت شو عملت؟ اه شو عملت؟ اكيد مثل العادة، اكيد مثل العادة ضليتك ساكت لانك جبان ولك انت ما عندك احساس، ما عندك كرامة. مو هيك القصة هني. القصة اني انا ما بحب المشاكل، يعني انا بمشي الحيط الحيط وبقول يا ربي الستر. ومنين الستر؟ ولك بيسبوك بتعمل حالك مالك سامع، بيضربوك بتعمل حالك مالك هون، بيتمسخروا عليك قدام كل خلق الله وانت مطنش. لك ابو عادل، ابو عادل النصاب بياخذ منك الاجرة مرتين بالشهر وانت يا غافل الك الله، وهلا صخر الازعر بده يخلصك شغلك هيك، عينك كنت عينك وانت بدك تضلك ساكت. خلص هني، انا اول مره بشوف مره بتتفجوزها للمشاكل مثلك. خلص ولك انا ما عم بتفشك على المشاكل، ولك هي اسمها عزة نفس، هي اسمها كرامة، هي اسمها دفاع عن حقك وحقنا. خلص هنية، بكفيني اللي فيني ان شاء الله لا تزيدي علي. لا ما حذرت، رح زيد عليك ورح قلك انك انت واحد ضعيف وجبان ومتخبي ورا العابك ومتخبي ورا هاد جلمود البطل اللي ما بهاب شي لحتى تخبي الضعف اللي جواتك. انا هيك وما رح اتغير لأنه بالأصل أنا هيك. اسمعني نوري، إذا ما عندك شخصية تحمينا ولا عندك قدرة أنك تدافع عن لقمتنا طلقني. طلقني لأنه أنا خلاص ما عاد فيني أتحمل أكثر من هيك. طلقني. شمشو، انت ادمي مثلي وانا رضيان عنك، انت ما في منك. اما انت يا جلمود اني رضيان عنك منه. اوعك تفكر اني انا بخاف منك او بخاف من صخر، لا بقدر كسر راسك وراسه، بس أنا ما بحب الضرب ولا بحب المشاكل، بس وقت الجد كسر راسك. لا 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 أنا جبان، أنا جبان خويف، ما بطلع بيدي كسر راس حدا. نحن ما مدرين وضعك لابني، وبنعرف إذا ما اشتغلت رح تموت من جوعك، وما بيطلع بيدك تشتغل غير كركوزاتي. لذلك أبو حمدي اقترح فكرة وأنا معه بهي الفكرة. أنا موافق عليها شو ما كان. لك شلون موافق بدون ما تعرف الفكرة؟ بختار أنا كل عمري عايش يتيم وفقير، يعني ضعيف مالي حدا، منشان هيك أنا بوافق على كل شيء سلفه، ما بعترض. نحنا يا نوري بدنا إياك تبعد عن شر صخر وزعرنته، منشان هيك أنا رح أفتح لك بصلة على حسابي بين زعايق الحارة على المخفي يعني، وأنت بتحط القاطع الخشبي تبعك وبتعمل مشخصاتي لأولاد الحارة.
وأنا ما بدي منك شيء مقابل هالشي غير أنك تكفي حالك وتبعد عن هذا المشراني. طيب معلم ملكي صخر ما قبل. لا شو دخله صخر؟ وبعدين بس يعرف صخر منلاقي ميت حلة. أهلين عمي أسعاد. عمي نوري مو أنا جاره ورفيقه لجنك مود البطل؟ والله العظيم رفقاتي ما عم يصدقوا انه انا رفيقه للبطل. خلص تكرم عينك، بكره بالعرض بخلي جلمود البطل يقول انه اسعد رفيقي وحبيبي كمان. تكرم بصلاة محمد. والله رفقاتي اللي فلفل وفلفله بالحاره. هلا صحيح جلمود البطل تعلم منك كثير قبضه؟ مشان الله كرام الله طلع عياد مش انتايه. عمي نوري صحيح جلمود ما بيخاف من الصخر. الله يوفقك طلعه. طالما هيك رأيك تكرم عينك وحياة عيونك لطلع لك جلمود يعمل لك أحلى مسرحية بنص الحارة. تكرم معناها رايح نادي لرفقاتي. لك وين رايح؟ تعال 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 أسعاد أسعاد. أهلين صخر. لا أهلين ولا سهلين. أنا كم مرة قلت لك ما بدي ياخذ طالع على رئيس بالحارة؟ كم مرة؟ بس بدي سلي الأولاد. أنا ما باخذ أجرة هو. إلك كان ما عم تاخذ أجرتها. شهر هيك الأولاد عم تتركني وتجي لعندها. اسمعوا لا، هي المهلة ورتانا عبر عن جد. ولا أنت عم تتحداني، ولا أنت بتعرف مين أنا. عمي نوري أنا بعرف إنه جلمود تعلم منك القوة والشجاعة. وينه هلا؟ طالعه وطالع جلمود اللي جواتك. عمي نوري لا تستسلم، لا تستسلم عمي نوري، لا تستسلم. انت جبان، طلقني طلقني يا جبان يلي ما عندك شخصية. لك طلقني. ولك انت مالك رجال؟ لو انك رجال ما كنت خليتني استغلك واضحك عليك. جلمود تعلم منك القوة والشجاعة صح؟ ولك اذا ما كنت قد حالك لك بينهش ولحمك نهش لك نوري. يا خسارة يا خسارة يا نوري يا جبان. أنا مالي جبان، أنا آدمي ما بحب المشاكل، بس من هلا بتصير جلمود البطل. ما عم صدق حالي. لك هذا نوري ولا مو نوري؟ لك معقولي هذا نوري اللي قدحه لصخر ووداع الخستخانة وأنا عملت له واصل لحتى طالعه من الحبس؟ اي والله يا مختار، هذا هو نوري الجبان قليل الحيلة الضعيف اللي كنتوا كلياكم تتمسخروا عليه. هذا نوري اللي ربي على قتلة فلان وبهدلة علان. نوري آدمي، نوري طيب، نوري متسامح، بس نوري كان مخبي جواته كتير شغلات، كان مخبيه بهدول العرايس، كان مخبيه بجلمود البطل. تعرف ليش مختار؟ لأني أنا ما بحب المشاكل، ولأني بحب السلم وبحب التسامح. بس للأسف هالدنيا هي طلعت ما بتتحمل الحنية منه. طلعت الحياة قاسية، ولما لقيت إنه البشر ما عم يمشي معهم هي الطريقة طلعت جلمود اللي جواتي.